أحسن الله إليكم. هذه الأسئلة التي وردتنا، يقول السائل: يا شيخ، شخص طلب مني أن أؤدي عنه عمرة وهو في بلاده، وإذا عدت إلى بلدي يعطيني من المال مقابل هذه العمرة، هل يجوز هذا العمل؟ إن كان هذا الشخص لم يعتمر عمرة الإسلام وهو عاجز عن العمرة بنفسه لمرض مزمن أو لكبر سن ولا يتصور منه أن يعتمر بنفسه، فلا مانع أن ينيب عنه من يعتمر، وإذا أعطاه شيئا من المال في مقابل نفقته تعبه فلا بأس بذلك. أما إن كان هذا قد اعتمر عمرة الإسلام فإنه لا يشرع الاعتمار عن الحي، لا يشرع الاعتمار عن الحي الذي اعتمر عمرة الإسلام، كما لا يشرع الحج عنه وقد حج حجة الإسلام. وعليه إذا كان يرغب في العمرة أن يأتي هو ويعتمر، وإن كان لا يستطيع العمرة فإنه ليس عليه شيء والحمد لله، يجتهد في العبادات الأخرى وهي كثيرة. نعم.